إلى دهوك، حيث يتفقد رئيس حكومة إقليم كردستان المعرض الخاص بمنتجات العنب وكذلك العسل الطبيعي المقام في دهوك، والذي بدأ وانطلق اليوم بعد زيارته الرسمية إلى دهوك وإعلانه زاخو إدارة مستقلة، ثم زيارته إلى المدرسة الأمريكية وتفقده مشروع المدرسة الأمريكية التي تحدثنا عنها قبل قليل. هذه الزيارة تأتي ضمن جولته إلى محافظة دهوك، وهذه الصور تصلنا حية مباشرة من معرض المنتجات المحلية للعنب والعسل. نعم، إذن أتصور أن هذه الزيارة هي خاتمة لسلسلة الإجراءات الرسمية التي قام بها رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني في محافظة دهوك، والتي ابتدأت من زاخو كما قلنا قبل قليل، أعلنها إدارة ذاتية وكذلك افتتاح أو وضع حجر الأساس لمشروع صوامع القمح وتسويقه في محافظة دهوك. وهو يتفقد أو يزور المعرض السنوي الذي يقام في محافظة دهوك. عن هذا المعرض إذا تحدثنا، هو معرض سنوي يقوم المزارعون والفلاحون في دهوك بعرض منتجاتهم بالتحديد من العنب والعسل الطبيعي، الذي بحسب المراسل زاكروس في دهوك أنه قد فاض عن الحاجة المحلية وبدأت بتصديره. وهذا المعرض يهدف إلى استقطاب المستثمرين وكذلك المريدين لشراء هذه المنتجات من داخل وخارج العراق والمحافظات أو الدول المجاورة. إذن مشاهدينا الكرام، سنبقى مع هذه الصور الحية التي تريدنا مباشرة من محافظة دهوك، وهي ضمن سلسلة الجولات التي قام بها رئيس حكومة إقليم كردستان، والتي ابتدأت بإعلان قضاء زاخو إدارة ذاتية، وها هو يبدو أنه سيغادر إدارة مستقلة، وأيضا مشروع صوامع القمح في دهوك والمدرسة الأمريكية.